هذا البرنامج مش ساخر ابدا، الواقع هو اللي صار مسخره على الاخر وضحك على الدقون وخرب حتى الكوميديا زي ما خرب كل شيء. المهم قلت باشكي عليكم قليل وبالمره اقول للمنشاويين وش ولا نفس. يا سيدي السلام عليكم ورحمة الله. يلا انقلعوا وقفوا وقفوا. ايش دي الفوضى؟ ايش دي الفوضى؟ يعني يا ينخرسوا كلهم شهر ويخلونا اروح ادور لي ذولا وغيرهم، يا يهبوا كلهم بوقت واحد. لوك 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 واحد واحد زعقتهم خلق الله. أربع قراد وشططين الغرارة. لنا ثلاث سنين حرب وما حد سمعنا، وانتم أسبوع أسبوع سمعتم الغافلين. ها أتعلموا، تعلموا الرزانة، الهدوء، طولة البال، الصبر، الثقة. ما علينا، المهم عيب عيب، الناس كلهم انقلبوا هنا وهنا ومشوا أمورهم يا فاشلين. انقلبتم واليوم كل واحد يقول مش انت نكبت البلاد، لا هو انت دخلتم الشعب داوية. الفلوس معك؟ لا معك. ما تنقلبوا زي الناس بلا قلة حياة. خلاص بان المخبى، بان اللب وانفضحتوا قدام الناس. فشلتم في إدارة الانقلاب والحرب وكل واحد يرمي البلاء على الثاني. رجعتوا تدقوا هذا وامل وتختلفوا وتشتوا الناس يفارعوا بلا قلة حياة. تموا الانقلاب الأول للطرف، فاضي لكم الشعب راعي لكم تنقلبوا على بعض. عبوا السبعين قال عبوا المياه، وقيوب الناس وبيوتهم فارغة. عبوا بطون الناس بحقوقهم بمرتباتهم يا سرق. أما هم مستعدين يعبوا لكم كل الميادين والشوارع والأصغار بس يخلصوا، إنما ما منكم خير. يلا واحد 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 أشرحوا لي القصة من أوله. نبدأ بالشيبة بحكم السن بس. إيش قلت لي يا أبو عفشفش؟ خذ الجمهوري. أنا سأتحدث معكم بشكل أخوي ومن خلالكم إلى الشارع اليمني حول المستجدات على الساحة اليمني والفعل ورد الفعل. أبو عفشفاش الحركات دي مش عليا، أخوي ومش أخوي مش علينا، ما منك لا أخوي ولا نووي، خش بالموضوع على طول. في حقيقة الأمر لنا خلال شهرين خلال شهرين والعالم يعرف والشارع اليمني يعرف انه عندنا احياء ذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام بمرور 35 عام. لكم شهرين بس من اول ما انقلبتم وانت تدور كيف تحتفل بالمرور ذا، كيف تمر لقفة المتبردقين وتسنقهم بالرأس. قال ذكرى البرمن الشعبي العام. طيب يا شخوة وانت ليش كنت معترض؟ أولاً تفكيك الجبهة الداخلية وإثارة النزاعات الداخلية والمشاكل الداخلية. من أولها تفكيك وداخلية؟ إيه فين راح حسك؟ إلا حشود بالسبعين وكل واحد بيروح بيته. لا تكونش تكبر المواضيع يعني. شوف عفوشي ما رد عليك. الرسالة الثانية موجهة ضد العدوان والدعوة للشعب للصمود في وجه العدوان. شوفوا الرحمة اللي على وجهه يشتبروا معينة. أنا قول اشتي أقول للخارج وده أنا عاد أنا بروحي، لا تفلتوناش لا تسيبوناش. قال رسالة ضد العدوان، ما عادوش مصدق له من كثرة الهز ولا ايش يا عبدو؟
ثلاثة، العمل على حشد ما استطاعوا حشده في هذا البلد تحت عناوين ثانوية. بلاش بلاش تحشد يا عفاش تحت عناوين ثانوية، أحشد تحت عناوين ابتدائية. الناس بحالة الجين وانت ساعة اللي قال استزغرت بصالة العزاء. ايش تشتي يا عفاش؟ أدوشت الناس يا أخي. ما هبطك، احنا جايين لنا أدبياتنا ولنا ثقافتنا ولنا برامجنا، ما احناش ضد حد ولا ضد طيب. مسرع لنا أدبياتنا، باقي تقول له كم رقم القرم العلاقي اللي لابسه عشان تطمنه. مش انت قبل شوية قلت انت مش ضد حد ولا ضد اي شيء؟ هذا قلت هو لانك ضد العدوان لا روحك. تخترب قلا. ابتعدوا عن الاحتكاك. فهمت فهمت يا عبدو، بطل احتكاك وتمحن. انت اللي قال استحانة بيك. الصالة ضيقة. أيوة الصالة طلعت ضيقة يا عفوش، يعني ما بوش في ساح، لازم من الاحتكاك السحب القلوب. شططوا الصور، شططوها، شططوا اليافطات، شططوها، ما عندنا مشكلة، ما تشكلش مشكلة. ما لك قالي شططوها. قال المثل الأسد لما يشيب تلعب بالرباح. حامل بشطات الصور دخلتهم بأيدك وبيزبطوك برجولهم، وقد سموك المخلوع منخلعا، يعني ناوين على أمور بس في وقتها. أنا اليوم ما بن أتكلم معكم لا شاكي ولا باكي. شوف شوف الناس الكبيرة يا عفوش، لا شاكي ولا باكي. راجل وانت تشكي وتبكي على صورة ويافطة، عاد القايات كثير. اصبر بس، الحوثي عفريت مفصل على طولك وعرضك تفصول سكيني. يعني مهما قال القائلون ومهما تكلم الكاذبون، مهما حاولوا أن يزيفوا الحقائق، مقابر الشهداء تشهد، تنطق بالحق الذي لا يمكن أن يزيفه أحد. هيا الحكيم، أنا الشاكي، أنا الباكي، أنا الحساس. مش قلت لا شاكي ولا باكي؟ قلت نحن دارين أن المزارع السعيدة حقك في كل محافظة ووادي. تميت قوال صعبة وحرف سفيان وبني حشيش وانت تصندقهم، لا رحمك. رفض الجبهات بالنزول الى الميدان، مش بالكلام ولا بالملازم. ايش الحرافة دي يا عفشفش؟ ايش الحرافة؟ ايش قصدك تعايروا انهم متخطبين؟ على اساس انك ماسك راس حربة في الجبهات؟ اكبر مغامرة لك، ها؟ أكبر مغامرة لك تتقنبع من قاعلة ثانية. وقال لك عبد السلام فليتا، أنت داري ما فعلت بك الملازم ولا زالت. إيش قصده ولا زالت؟ المهم أهداء لا عاد يفعلوا لك الحوتيين بالضاف للنفاق وأنك تخرج زي الفار المدوخ. فاصل ونرجع نواصل. يا أبوكم ومرحب. وصلت بينهم للسميع العليم وخلوا الناس يعيشوا يومين قلق، وفي الأخير طلعت خناقة زوجية أو شي زي كذا. بس أسمعوا الهنجمة كيف كانت. إحنا محنا وحوش، إحنا نضحي صح، وإحنا قدمنا كل التضحيات وجاهزين نضحي حتى آخر واحد. شوف شوف على تهديد صريح يا عفوش، مستعد يضحي لمن يخلص رصيده. وانت ايش مستعد تعمل؟ احنا ضد الخلاف بين المؤتمر وانصار الله، ضد الاخ، مسيرتنا سلميه. مسرع رخيت طبعك، مسرع رخيت طبعك، رجعت للسلميه. الزمن دوار يا عفش، كذا يدور كذا. ده الحين ايش اللي قرع الصنفور بينكم كذا؟ وقد كنتم نفرين في مخده واحده. بالرغم من كل ذلك نحن غير راضين عن أداء مؤسسات الدولة، ولا نرى فيها أنها تفعل على النحو المطلوب. إيش الكلام الكبير؟ إيش الكلام الكبير هذا يا عبدو؟ ضربت الأخضر واليابس وعادك مش راضي. إيش تشتي الشعب يفعل لك؟ قول قول. أبعد المشرف الطيب، عين المشرف محافظ، عين محافظ، عين وزير، سكونا شغلة. من هو المشرف؟ من هو المشرف عليك يا عباش؟ أمانة كلنا الصماد ولا من؟
أما هذا ما فيش داعي له، شكله ما يحبكش خالص. قال لك المخلوع انخلاعاً، انخلاعاً من كل شيء ودين وما أدري إيش. المهم الساخن عليك تبقى غير مشرف وتلعب بذيلك. خذهم أخبار الأجهزة الرقابية. حاول الآخرون منذ أيام التصعيد الثوري أن يحولوا بيننا وبين تفعيلها. يا أخي يعجبك عبده، شي يعجبك يفعل كل شيء عن بعد، القضاء والرقابية والجيش والأمن، ويحاكم الخونة ويفعل كل شيء وهو هارب بالجبال وبين الكهوف، ولا عمره دخل مدينة ولا شاف ما يفعله الناس. هذا مش سيد المسيرة، هذا سيد الوايرلس، سيد الواي فاي، قمر صناعي. حتى لما يجمع له حكماء المتبردقين يكلمهم سكايبي. قوتها القوة، وعادوا بيهدد عفان. الأجهزة الرقابية لا يوجد أحد إحنا مثلين. عينوا يا أخوان في أنصار الله من تريدوا في جهاز الرقابة. عينوا الأخ محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية، ما عندنا مانع. قلنا لك لا، هذا لا، هذا لا تقيش عنده. محمد الحوثي قد فلت الدنيا وقال سيراقبك، وقال بما دخل العاصمة قب والتصعيد بالتصعيد. سرقت عليك يا مخلوع الخلاع. واحنا قلنا قبل الأيام، احنا نحن في انتخابات، نحن في انتخابات، احنا أمام اقتحامات. اقتحامات اقتحامات يا عفاشة، دول معاهم صناديق اقتراع ثانية. قرع رؤوس، جاهز نفسك. هذا الدعوة إلى حج في الصباحة في شارع المياه، ليش؟ هيا هيا، مش قلت اجتحم معي الحوثي بالرقابة؟ هذه الرقابة ولا ايش تحسب؟ من طلب الجن حوضوه. لماذا احنا بدون مرتبات عشرة؟ ما عجبوش الخبر، قلب الموضوع، راح للمرتبات. رد علي يا عبدو. بيجي يقول يا أنصار الله وين المرتبات؟ يا أنصار الله هناك فساد، يا أنصار الله هناك مدري ما هو ذاك. وأنت، أنت أين أنت؟ أنت كمؤتمر أين أنت؟ أنا مهلنيش، أنا نازل. المؤتمر فوقه مشرف وتحته شرشفة للهربة، قال لي بيتهم على طلعة. نمد أيدينا للسلام المشرف. ما لك أنت والمشرف والمشرف حقك، إيش معاك؟ نتكلم على وزير في الخارجية ولا في النفط ولا في الدفاع، وفوق المشرف السلطة هو المشرف. دلحين المشرف هذا هو السلام ولا هو السلطة؟ ربشتونا. معك شهود يا أبو عفشفش على هذا الكلام؟ هذا وزير التعليم العالي جنبي، منعوه من وزارته قبل شهور، منعوه اللجان الشعبية دا يدخل وزارة. أكثر من هذا الكلام ما فيش. هذا محتزل، هذا منكم وفيكم، قبنا حنا شهود من الناس. وانت يا عبد الملك من بتجيب لنا شاهد؟ شوية بعد ما كمل كلمتي يتكلم معكم الأخ محمد عبد السلام يعطيكم موجزاً ملخصاً. أها، طلع المشرف وفريتا قال لا موجز، يا ساعة منه مذيعة النشرة القوية وأحوال الطقس. لن نقبل على الإطلاق أن نكون موظفين مع من يريد أن يشق الصف الوطني في مواجهة العدوان. لا باين انه عفاش فاهم فليتا، فاهمه تماما، وشكل الطقس عنده مش ولا بد، مش مرتاح لفليتا خالص. من يشي يمحق ويخرب في الصف الداخلي ما ترضوا له. عفاش وين ما تدخل يده امتحق، ما فيش فايدة شراكته لي لي انتم مع. اما الحوثي تقول له شراكة يفتكر انه ما يشارك الا اللي بيدك، اما اللي بيده فهو حقه. كيف يشتوا هؤلاء الاثنين يتحالفوا؟ حلف البرمات. هو يسعى صح لشق الصف. مالك على فليتا، مالك على فليتا، الرجال راجل سلام ومسكين وطيب، انت وصف حقك. كان منهم دقوا راسه واخلصوا ظهره. عداك العيب، عداك العيب، شفت يا ابو افشفش؟ قد افسح لك فيه، خذ راحتك. لا احد يجرجركم الى العنف. ترسل لما قد الصدق ورجعت تذقها سلمية، ولا حد يقرقركم للعنف على أساس أنك أكثر من 30 سنة ترقص باله وفي تعز دقوهم بالقناصات بالـ100 إف أحرقوهم، ولا عند ذولا ترجع قرية الدقاق.
اصبروا رجاء على موج الصغير محمد عبد السلام. كل شوية وقال ها فليتها يا عفاشة ما باقي إلا تطرح لنا جيهان الله. قال موقز مع فليتها هو هذا التصعيد وهذا هو الطبر الخامس. طوبر لك طوبر، ما قد شفت من التصعيد إلا أدنو أو كيف يا حماعي الحوثي؟ ما يضحك إلا راكين يا عفاش، كلهم كوم والبرميذ الحال أشوف كوم. أبو أمريكي وإنت داري وشكلوة ناوي، لا تركين إنك روحت من السبعين خلاص. المهم زي ما قلنا لكم يا عفافشة ويا حوثة، أهدأوا أهدأوا وأنتم بالنهاية سرق، والمثل يقول السرق أخوة، لا تبهدلوش بنفوسكم أكثر من كذا. أبتعدوا عن الاحتكاك، لا يجركم إلى الاحتكاك. يا سلام يا سلام على المفهومية، حرامي حرامي معتقة. يلا يا عبد الشخوة أنت كمان قلبك أبيض. ليش؟ علامة استفهام كبيرة. ليش؟ 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 كيف ليش ليش ليش؟ قدو يقول لك خلاص بيبطلوا احتكاك. ما كان المكان أيضا ليتسع للجميع، صالة ضيقة. شكلهم مطولين يا جماعة، مطولين يا جماعة وما بيرسوش على بر، وما يجي من الاحتشاد إلا الاحتكاك. بعون الله وتوفيقه، نشوفكم الحلقة الواقعة. سلام عليكم.